السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج الشعوب المقهورة في إيران. نحن في هذا المساء سوف نتحدث عن العديد من الملفات التي تخص الشعوب في إيران، ومن ضمنها الحريق الكبير الذي حصل في طهران. أيضا سنتحدث عن إغلاق المدارس الدينية في جنوب إيران والممارسات الممنهجة من النظام الإيراني ضد هذه المدارس الدينية. أيضا سوف يكون معنا بمشيئة الله عز وجل قصيدة عن الشعوب المقهورة في إيران. نبدأ مشاهدي الكرام بالأخبار فإلى العنوان. مخابرات الاحتلال الإيراني تعتقل ناشطين أحوازيين. مشجعو فريق فولاذ الأحواز يشتبكون مع قوات الاحتلال. انفجارات كبيرة تهز مدينة القنيطرة في شمال الأحواز. إيران توجه تهما لشيخين من أهل السنة تصل عقوبتها للإعدام. أربعون ألف سني بلوشي يعانون من نقص الخدمات في قرية واحدة. إعدامات متواصلة وانتحار سجين بسبب الضغوط عليه. انهيار برج بطهران ومقتل 30 إطفائيا. منظمة العفو الدولية على إيران أن توقف القمع الممنهج للشباب. اعتقال إيرانيين بعد اقتحام محيط سفارة طهران في كوبنهاغن. إيران تحجب 160 ألف قناة للتواصل الاجتماعي خلال عام. أهلا وسهلا بكم من جديد. داهمت قوات كبيرة من الحرس الثوري وجهاز المخابرات مناطق مختلفة في شمال الأحواز الاثنين الماضي، واعتقلت عددا من الناشطين ونقلتهم إلى أماكن مجهولة. وأكدت مصادر أحوازية أن 4 أحوازيين اعتقلوا، وهم عيسى ابن حداد الناصري 44 عاما، وناجي الحيدري المكنى بأبي عبد السلام 38 عاما، ومجاهد الزرقاني 35 عاما، ومهدي الزرقاني 32 عاما. وكان المعتقلين قد أسسوا جمعية خيرية تسمى مؤسسة سواعد الإخاء، تهتم بنبذ العصبية القبلية وتثقيف الأحوازيين على مواجهة الصراعات القبلية ودعم الفقراء من أبناء الشعب الأحوازي. ويرى ناشطون أحوازيون أن حملة المداهمات والاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابراتية أخذت منحا تصاعديا، حيث بأن الفعاليات المناهضة للاحتلال في تزايد بين كافة أطياف الشعب الأحوازي، الأمر الذي يؤرق الاحتلال وأجهزته الأمنية. اشتبك المئات من مشجعي فريق فولاذ الأحوازي بعد انتهاء المباراة أمام ملعب الغدير الذي يطلق عليه الأحوازيون ملعب الشهيد ياسر. وأكدت مصادر أحوازية للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن مشجعي فريق فولاذ الأحواز نظموا احتجاجا واشتبكوا بالحجارة مع قوات الاحتلال
بعد انتهاء المباراة التي دارت بين فريق فولاد الأحواز وفريق بسبوليس الإيراني مساء يوم الأربعاء الماضي. وذكر شهود عيان بأن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين واعتقلت العديد من المشجعين ونقلتهم إلى مراكز الأمن في مدينة الأحواز العاصمة. وانتشرت صور ومقاطع من الاشتباكات بين مشجعي فريق فولاد الأحواز وقوات الأمن الإيراني في صفحات التواصل الاجتماعي، أظهرت الارتباك الذي كان عليه عناصر الاحتلال الإيراني. هز انفجار عنيف في مدينة القنيطرة شمال الأحواز العاصمة الخميس الماضي، حيث وصل دوي الانفجار إلى أماكن عديدة من مدينة القنيطرة. وقال ناشطون أحوازيون إن العشرات من السيارات التابعة لقوات الاحتلال وسيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مكان الانفجار، ولم يعرف حجم الخسائر إذ أن قوات الاحتلال فرضت حالة من التعتيم حول الانفجار. وقال الحاكم العسكري لقضاء القنيطرة حبيب أصفي إن سبب الانفجار كان بسبب تدمير كمية كبيرة من القذائف والذخائر المتبقية من الحرب في معسكر الحرس الثوري في ضواحي مدينة القنيطرة. هذا ولم يتسنى معرفة سبب الانفجار من مصدر محايد. أكد ناشطون بلوش أن عالمين من علماء أهل السنة يواجهون حكم الإعدام بعد أن وجهت لهم المخابرات الإيرانية تهما واهية كالتحريض ضد النظام وتهديد الأمن القومي الإيراني وارتكاب جرائم أمنية. وذكر موقع حملة نشطاء البلوش الحقوقية بأن مخابرات الاحتلال الإيراني وجهت للشيخين أمان الله البلوشي وعبد الرحيم كوهي تهما تصل عقوبتها للإعدام. وكشف الموقع في تقرير نشره بأن الشيخين قضوا أكثر من 4 أشهر في زنازير المخابرات الإيرانية تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي للاعتراف بتهم لم يرتكبوها. ونقل الشيخان إلى سجن زاهدان المركزي بعد أن أجبرتهم المخابرات الإيرانية بالاعتراف أمام مجموعة من علماء الدين البلوش بما لم يقترفوا. يعاني نحو 40,000 مواطن سني بلوشي في قرية كمب التابعة لمدينة شبهار البلوشية من النقص الحاد في الخدمات مع تنامي الفقر والحرمان والبطالة والإهمال المتعمد. وقالت مصادر بلوشية إن مئات الأسرى بأكملها تعاني من الفقر والحرمان في قرية كمب التي لا تبعد عن مدينة شبهار سوى 5 كيلومترات. وأكدت المصادر بأن الأسر السنية البلوشية في تلك القرية محرومة من جميع الخدمات التي يتمتع بها غيرهم من المستوطنين في إقليم بلوشستان. تشير المصادر إلى أن الإهمال والنقص في الرعاية الصحية والتعليم في القرى البلوشية السنية تسببت في انتشار الأمراض والإدمان والأمية بين المجتمع البلوشي. قالت مصادر حقوقية أن الأجهزة الأمنية الإيرانية نفذت حكم الإعدام ضد 4 سجناء فجر يوم الأربعاء الماضي في سجن تايباد شرق إقليم خراسان الجنوبية، وذلك بتهم واهية وباطلة. أشارت المصادر أن من بين هؤلاء 2 من اللاجئين الأفغان الذين يسكنون في مخيمات اللجوء بصحراء خراسان الجنوبية،
في السياق ذاته أفادت وكالة هيرنا الحقوقية بأن السلطات القضائية في مدينة جيرفت التابعة لمحافظة كرمان نفذت حكم الإعدام ضد سجين آخر فجر يوم الخميس الماضي داخل السجن المركزي بمدينة جيرفت. إلى ذلك أكدت مصادر حقوقية أن سجينا آخر أقدم على شنق نفسه داخل سجن قز حصار بسبب الضغوط التي مورست ضده من قبل المخابرات الإيرانية. وقالت المصادر بأن بهزات سيري أقدم على الانتحار بعدما قضى فترة طويلة في الزنزانة الانفرادية. انهار مبنى مؤلف من 15 طابقا في وسط طهران الخميس الماضي بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا، وقد أدى الحادث إلى مقتل 30 رجل إطفاء وإصابة العشرات. تفاصيل في التقرير التالي. انهار مبنى مؤلف من 15 طابقا في وسط طهران يوم الخميس الماضي بحسب الصور التي بثها التلفزيون الإيراني الرسمي بشكل مباشر بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا، وقد أدى الحادث إلى مقتل 30 رجل إطفاء. والمبنى الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1962 ويشمل مركزا تجاريا تم إخلاؤه، وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق في داخله حين انهار، وأصيب 30 شخصا بجروح في حريق المبنى قبل أن ينهار. وقد أشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى وجود عشرات رجال الإطفاء تحت الأنقاض، كما قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن 75 شخصا على الأقل من بينهم 45 رجل إطفاء أصيبوا عندما انهار المبنى. كما أعلن التلفزيون بعد ذلك عن مصرع 30 رجل إطفاء تحت الأنقاض. وهذا المبنى الذي أطلق عليه اسم بلاسكو بيلدينج شيد عام 1962، وكان يضم مركزا تجاريا ومشاغل لصنع الملابس، وكانت الثورة الخمينية قد أعدمت مالكه رميا بالرصاص بعد انتصارها. الناطق باسم رجال الإطفاء جلال مالكي كان قد حذر عدة مرات مسؤول المبنى بحسب تصريح له، منبها أن المبنى معرض للسقوط ومعبرا عن أسفه لأنه لم يتم الأخذ بهذه التحذيرات. وذكرت وكالة تسنيم أن برج بلاسكو كانت قد اشتعلت فيه النار من قبل، وأضافت أن الحريق الأخير بدأ في الطابق التاسع. من جهتها أشارت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إلى أنه أمكن رؤية ألسنة اللهب على بعد كيلومترات من المبنى القديم، لكن معظم السكان وأصحاب المتاجر في المبنى تم إجلاؤهم. على الرغم من ذلك لم تذكر السلطات سبب الحريق وما إن كان بفعل فاعل أم لا. للتعليق على هذا الحدث ينضم إلينا الآن الأستاذ يعقوب حر الأحوازي، وهو عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. الأستاذ يعقوب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا أبتين في حلقة هذا المساء. طبعا نحن يعني نحن سمعنا هذا التقرير، ولا بد بأن خلف يعني هذا التقرير وهذا الحدث كواليس لم تظهر على الإعلام. قراءتك أستاذ يعقوب عن هذا الحريق الذي حدث وأسباب عدم إفصاح النظام الإيراني عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق؟ طبعا هنالك تأتيم كبير على الحدث. أولا المبنى كان تملكه مؤسسة المستضعفين، ما تسمى ببنيان مستضعف مزدسران باللغة الفارسية، وهذه المؤسسة ملك لبيت المرشد، يعني مباشرة يملك هذه المؤسسة خامنئي ويشرف عليها. وهذا المبنى تم تحذير مالكي المؤسسة أو إدارة المؤسسة بأنه ممكن أن ينهار في أي لحظة، لكن لم تتجرأ بلدية طهران على العمل بأي شيء أو إصلاحه أو إجبار المؤسسة بإعمال بعض الإصلاحات على البناية. الأمر الآخر أنه في المنطقة التي تتواجد فيه هذه البناية
يوجد حظر للطيران بسبب وجود بيت المرشد أو المجرم خامنئي وأيضا مؤسسات حكومية أخرى، فلم تتمكن طائرات الإطفاء من المساهمة بإطفاء النيران لهذا، يعني لأن البناية شاهقة جدا، وكان من الضروري أن تحلق بعض طائرات الإطفاء من أجل إطفاء النيران. وكنا شاهدنا جميعا بأن التأخر بأخذ الإجراءات الضرورية تسبب بانهيار المبنى بشكل كامل. وطبعا الإحصائيات أكثر بكثير، لأن خرجت فيديوهات من المبنى لحظات قبل انهيار المبنى، وكان يتواجد واضح من الفيديوهات يتواجد فيه المئات، فالعدد الحقيقي أكبر بكثير مما تم إعلانه من قبل سلطات الاحتلال الإيراني في طهران. نعم. فالموضوع أنه بسبب أنه المبنى تمتلكه مؤسسة تابعة لخامنئي، وأيضا بسبب حذر الطيران في المنطقة، وأيضا بسبب خامنئي زهقت المئات من الأرواح، وهذا يدل على المنطقة التي يتحكم فيه النظام الملالي بمناطق فارس وأيضا مناطق الشعوب غير الفارسية المحتلة. كان هناك ردود فعل واضحة وصريحة من قبل الشعب هناك، المعارضين، يعني السياسيين في إيران، أم أن يعني الحدث يعني مر مرور الكرام ولم يكن هناك أي تعليق، والتعتيم لابد أن يستمر كما حصل في أحداث حصلت، يعني زي مثلا تفجير بعض أنابيب النفط في الأحواز وغيرها من المناطق، يكون هناك التعتيم إذا كان هذا لم يكن في مصلحة النظام، أو إذا كان قد يكون الفعل مدبر ضد النظام الإيراني؟ طبعا بسبب التعتيم لم يسمع العالم الكثير من ردود الفعل. الأمر الأساسي والأمر الذي طرح كثيرا في الأيام الأخيرة أنه دولة الاحتلال ونظام الملالي يدعي أنه يمتلك حلول لمشاكل المنطقة وحتى العالم، وأيضا يدعي بأنه يريد أن يحرر القدس ويريد أن يصدر الثورة، ولديه المشروع طموح يهدف إلى السيطرة على المنطقة. فالسؤال اللي كان يطرح بشكل كبير في أوساط الشعوب الفارسية وحتى الشعب الفارسي نفسه، أنه كيف هذا النظام يريد أن يصدر ثورته لكل المنطقة، وأيضا يساهم بقتل الشعب السوري والشعب العراقي وأيضا في مناطق أخرى، ولا يمكنه أن يطفي نيران ملتهبة في بناء واحد. يعني قتل الكثير من الناس في هذا المبنى، ولم تتمكن سلطات الاحتلال في طهران من إطفاء النيران وحتى انهار المبنى بشكل كامل. فهذا يضع علامة سؤال أمام إمكانيات هذه الدولة، انها بامكانها ان تنفذ ما تقوله انه من تحرير القدس. ولا نعم. استاذ يعقوب، يعني كيف يمكن ان نصدق يعني التصريح الرسمي الذي كان من المتحدث الرسمي للدفاع المدني جلال مالكي، حينما ذكر يعني يقول قد يعني انهم قد حذروا مسؤولين المبنى من يعني ان المبنى معرض للسقوط، ما علاقة هذا بالحريق؟ المبنى قديم جدا، وبنفس الوقت كانت هنالك، انا ذكرت قبل قليل انه المبنى كان معرض للانهيار لانه قديم، وايضا لم تجرى عمليات الصيانة عليه منذ زمن طويل. ففي حال حدوث حريق او اي شيء اخر او زلزال، حتى لو زلزال بسيط جدا، كان ممكن أن ينهار النظام، ينهار المبنى. نعم. لكن كما ذكرت، المبنى ملك لمؤسسة المستضعفين التي يشرف عليها المرشد خامنئي، ولم يتجرأ لا الدفاع المدني ولا بلدية طهران من أخذ القرارات الضرورية من أجل إخلاء المبنى وإجراء بعض عمليات الصيانة عليه.
وهذا هذا الأمر تم تحتيم عليه بشكل كبير ولم يطرح بشكل المطلوب على الإعلام العربي ولا حتى الإعلام الدولي. نعم الأستاذ يعقوب حر الأحوازي، أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا التعليق. كان معي مشاهدي الكرام الأستاذ يعقوب حر الأحوازي عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز للتعليق على حادثة حريق بلاسكو. أعلنت منظمة العفو الدولية أن الشباب في إيران يتعرضون من قبل النظام الحاكم في بلادهم إلى عنف ممنهج. وقالت المسؤولة في قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية راندا حبيب أن هذه التجاوزات المروعة التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد مواطنيها انتهكت الكرامة الإنسانية والقوانين الدولية باستخدامها التعذيب وسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي. واستندت العفو الدولية بتقريرها الجديد إلى شهادات نساء إيرانيات تعرضن للتعذيب الجسدي والجلدي في فترات مختلفة. كتبنا تجاربهن على صفحة فيسبوك تحت عنوان الحريات المتخفية التي تديرها الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد. لنشر لافتات معادية للنظام في طهران وإنزال العلم وفق الشرطة الدنماركية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن إيران استدعت السفير الدنماركي في طهران إلى وزارة الخارجية تعبيرا عن الاحتجاج عما وصفته بنقص إجراءات الحماية لسفارتها. وكانت طهران قد احتجت رسميا على الدنمارك في نيسان أبريل 2016 بسبب اقتحام 4 من المعارضين الإيرانيين مقر سفارة بلادهم بكوبنهاجن. واستدعت الخارجية القائمة بالأعمال الدنماركي في طهران. أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني رضا صالحي أميري أن بلاده قامت بحجب 160 ألف موقع وحساب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وصفها المسؤول الإيراني بقنوات الفساد حسب تعبيره. وأضاف صالحي أميري أن 27 مليون شاب إيراني يتواصلون عبر قنوات التواصل الاجتماعي سيما الفيسبوك والتليجرام، وأن الجمهورية الإسلامية قامت بحجب 160 ألف صفحة وموقع بغية الحد من تأثيرها الثقافي على الشباب حسب ما جاء في وكالة فارس الأنباء. ويعد تطبيق تليجرام أكثر وسائل التواصل الاجتماعي انتشارا في إيران، حيث يستخدمه نشطاء المجتمع المدني والسياسيون من أجل تبادل الأفكار والمعلومات، خاصة وأنه الأكثر أمنا قياسا بفيسبوك وتويتر. وكانت السلطة القضائية والحرس الثوري قد قام باعتقال المئات من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، كان أشهرهم الناشط الشاب ستار بهشتي الذي فقد حياته إثر تعذيب مبرح تعرض له في السجن على يد القوات الأمنية. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة الأخبار لحلقة هذا المساء، ألقاكم بعد فاصل قصير. لا بد للقيد أن ينتزل. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي الكرام، كنا وإياكم في حديث عن نشرة موجزة عن أخبار الشعوب المقهورة في إيران، وأيضاً عن تقرير مفصل حول حادثة حريق بلاسكو. وكان معنا الأستاذ يعقوب حر الأحوازي معلقا حول هذا الحدث. الحقيقة بأن هناك أحداث كثيرة تحصل في إيران، ويحاول النظام الإيراني ووسائل إعلامه بالتعتيم ضد أي حدث منعا أو تحرزا من إثارة يعني الشعوب داخل إيران، ومحاولة يعني التهميش أي حدث يحصل ضدها. لكن يعني مع كثرة الأحداث وتعددها سوف يكون هناك يعني كلمة ويكون هناك صوت للشعوب المظلومة في إيران.
معنا مشاهدي الكرام مداخلة من الناشط السياسي قاسم عبد الفتاح، وهو من الناشطين السياسيين الذين يسكنون في الساحل الشرقي بإيران، وهؤلاء يعني من مدينة أبو شهر الأحوازية ومن بندر عباس ومن المدن التي تعتبر جنوب إيران. معي أستاذ قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ قاسم وأهلا وسهلا بكم. شخبارك طيب؟ حياكم الله وأنا أحييك أستاذ قاسم. أود أن أستفسر أستاذ قاسم عن الممارسات الممنهجة التي تقام الآن ضد المدارس الدينية جهة العرب الذين يسكنون الساحل الشرقي. هناك يعني ممارسات بإغلاق مثل هذه المدارس، بتفريس مثل هذه المدارس، بتغيير المناهج، أيضا عدم السماح ببناء مدارس دينية في تلك المناطق. حدثنا عن التفاصيل. نعم، هناك موضوع آخر هو الضغط على المدارس العربية السنية من أجل إغلاقها. يعني السنة قبل إغلاق المدرسة الجنوب أو تغيير مناهجها من عربية إلى فارسية أو سنية إلى شيعية، كل المدارس الدينية في الجنوب مثلا كنقول وبندر عباس وننجا باقي مدن، مدرسة كنقول يعني عدة مرة خلقت صار مشاكل معها واختلاف ما بين العلماء والمشايخ. نعم. لو. نعم تفضل. اي نعم، مثلا كنقول أو يعني مدارس مختلفة مثلا، يعني هناك يعني محاولة لإغلاق هذه المدارس. اي نعم 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 نعم. يقطع الصوت، يقطع عندي يا أخوي. طيب كيف حاولوا تغيير مناهج يا أستاذ قاسم؟ والله يريدون يعني يجون في المدارس الملالي و يعني يدخلوا في أمور المسائل الدينية المسائل السنية. يعني كانوا يريدون تغيير المناهج وتغيير أيضا المعلمين الموجودين. ودخلهم داخل هذا يعني المناهج التغيير. وش المناطق اللي فيها مدارس دينية ويحاولون النظام الإيراني أن يغيروا من هذه المدارس ويغيروا من مناهجها؟ وش المناطق التي توجد فيها هذه المدارس؟ كنقول بندر عباد إلينجا يعني فيها الثلاث مدارس الكبار، ويحاولون أن يؤثرون على هذه المدارس. إيه يحاولون أن يؤثرون عليها. نعم نعم. طب وش رأيك في الحلول أستاذ قاسم؟ ألو، وش رأيك في الحل؟ والله طيب انقطع الاتصال. شكرا الأستاذ قاسم عبد الفتاح على مشاركته معنا. طبعا يعني نحن اتصلنا بالأستاذ قاسم ويعني طلبنا منه يعني التعليق، وقد لا يكون يعني مثلا يعني جاهز لمثل هذه الحلقة، لكن نحن يعني أردنا الاستفسار حول هذا الموضوع. أنا بعرض لكم صورة مشاهدي الكرام في كانت على المبنى الذي احترق في طهران. تشاهدون الآن كلمة يا حسين. طبعا يعني هذا النداء الذي يتخذه النظام الإيراني والنظام الملالي، أنا يعني سأرد برد واحد وهو من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذا الحديث متفق عليه. فيعني مثل هذه النداءات ومثل هذه التوسلات بغير الله عز وجل لا شك بأنها من الشرك، وهذا هو ديدا النظام الإيراني على الأبنية في المعسكرات، في الدوائر الحكومية، في أثناء الشعارات يتوسلون بيا حسين، الحسين ابن علي بن أبي طالب، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا الله وإياكم به في جنات عدن. ولكن لا يكون مثل هذا التوسل. طبعا أنا علقت على هذه الصورة، طبعا انتشرت عند الكثير، ولكن لما نشاهد مثل هذه الصورة نسأل الله العافية.
الله عز وجل عافانا مما ابتلي به مثل هؤلاء. ومن ابتلي بمثل هذه الشعارات فليتب إلى الله عز وجل، لأن هذا يعتبر من الشرك. تأمل وتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهناك الأحاديث والآيات في هذا كثيرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين لله عز وجل. الله واحد أحد، الله لا شريك له، فرد صمد. نوجه ابتهالنا ودعاءنا وعبادتنا لله عز وجل وحده لا شريك. معي مشاركة مشاهدي الكرام من الشاعر سعيد الوادعي، حياكم الله شاعرنا. حياك الله وبياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير يا أستاذ عبد الله. أهلا أهلا وسهلا بك وحياك الله. الله يحفظك إن شاء الله يرحم والديك. سعدنا بمشاركتك أستاذ سعيد، ونود أن تتحفنا في هذا اللقاء الجديد. عبارة عن قصيدة، الله يرفع قدرك. نعم. وأقول فيها: بسم الله الوالي العظيم الرقيب، أبدأ بقافي يا عزاز الجنابي، وأقول يا السنة ودمعي سكيبي، اصغوا القافي فيه فحوى جوابي، العلم أشوفنكم بوضع غريبي، ومن وضعكم يا ناس بفقد صوابي، رحتوا ضحية رافضي وصليبي، دس الدسايس بينكم يا الذيابي، واصبحتوا بحال غريب عجيب، ما بينكم غير الفشق والحرابي، يا عالم اصحوا عودوا للمصيبي، رحتوا فريسة بين مخلب ونابي، توحدوا ضد العدو والحريبي، الموت فيكم علمه بغابي، قالوا دواعش ما سمعنا لبيبي، ينكر عليهم شاجع ما يهابي، يقول داعش بنتكم ما تغيبي، منكم بدت وانتوا عطيتوا الذهابي، شوفوا لها يا كل عقل اللبيبي، ما هي تقصد غيركم بالعذابي، ما راحت طهران ولت الأبيبي، لا لا هدفها السنة اللي قرابي، يا ناس فيقوا في الزمان العصيبي، واستنصروا بالله كفانا احترابي، والفزعة الفزعة نباها قريبين، اخوانكم يا ناس يكفي غيابي، من القهر والظلم ماتوا نحيبي، قبل القتل برصاص ولا جنابي، فيران فيران شوفوهم بحامل لهيبي، ما عند فارس غير قطع الرقابي، من كان سني طرقوه الحديدي، من اي عرق ولون سموه صابي، كردي بلوشي يعربي ما يغيبي، من العذاب لكل شخص نصابي، شوفوا اليمن والشام حرب ونهيبي، شوفوا العراق اللي عليه انقلابي، سووا الروافض كل شيء معيبي، واخوانكم سووا الروافض كل شيء معيبي، باخوانكم وانتوا بصمتوا غيابي، كنتوا قبل عهد الخمين الكئيبي اخوان، لكن فضكم بالنشابي، زرع بكم كره يجيب المشيبي، وانتوا على السنه وهدي الكتابي، ما كان قبله بينكم ما يريبي، لكن نجح في شر ذمتكم وصابي، واليوم واليوم عود واليوم عود اخوان، هل من مجيبي، خلاص يكفينا ضياع وعذابي، عودوا لقول الله وهدي الحبيبي، وما جاء منال البيت واللي صحابي، توحدوا فتوى ونهج مصيبي، من مرجع واحد وهذا الصوابي، وقولوا بصوت ما يلاحيه ريبي، السني مسالم ولا هو إرهابي، والرافضية كل شهم نجيبي، ساس المصايب كل فعلها معابي، ثم تصلوا يا بعيد وقريبي على النبي ما هل مزن السحابي. اللهم صل وسلم شاهدين يا صح لسانك، وجزاك الله خير وبارك الله فيك، نفع الله بكم متابعة الإسلام والمسلمين. نحن أهل السنة، أهل السلم وأهل الإسلام وأهل التوحيد، ما نعتدي على أحد، لا مسلم ولا كافر، ونتعايش مع كل البشر، لا نظلم ولا يعني نعتدي على نفس أو على مال أو على عرض، ندعو بالحسنة أن استجابوا لنا. أما الرافضة نسأل الله السلامة، فنشوف ما يعملونه في أخواننا السنة في العالم أجمع، ولكن نسأل الله أن الله ينصر أخواننا في كل مكان، وندعي الواحد الأحد، ما لنا إلا دعاء الله سبحانه وتعالى. الله يجزاك خير. وأنا يعني أعرف بأن عندك قصيدة أنا سني، ممكن تسمعنا إياها؟ والله ما تحضرني الآن، ولكن عندي قصائد كثيرة، حتى عندي قصيدة في الحسين
عليه السلام. عندي قصائد كثيرة في المواضيع هذه، ولكن إذا تبغاها على خشمي أجيبها. طيب أعطنا إياها، أعطنا بما أن الناس تستوسل بالحسين وظهر في المبنى الذي احترق في طهران بتوسل دائما هذا النظام بالحسين، أعطنا قصيدة على الحسين. تفضل. أبشر أبشر، والله أنا أجيك إن شاء الله الحين. طيب ثاني يا شيخي، يمكنها قديمة شوي. لا. أنا سبق والله طيب ما في مشكلة، أنا ما جهزت والله، كنت من أول بأجهز لك اللي تبي من عيون. نعطيك فرصة للبحث. طبعا مشاهدي الكرام، يعني مثل مشاركة الشاعر سعيد وغيره ممن يحب نصرة يعني المسلمين في كل مكان، المجال مفتوح في هذا البرنامج للشاعر، للداعية، للناشط الحقوقي، الناشط السياسي، لمثلا المصمم. المجال مفتوح لمن أراد المشاركة في هذا البرنامج، ونحن جميعا نتعاون في سبيل نصرة هذه الشعوب المقهورة. يا شيخنا معي الأستاذ سعيد، تفضل. حبيبي الله يوفقك. اللي جهزت لي الآن أنا سني. طيب تفضل. يقول أنا مذهبي سني وعن مذهبي ما حيد، على سنة المختار سيدي والأصحابي، ونهج السلف نهجي ولا خالف التجديد، ولا همني لو قالوا الناس وهابي. أنا للشرف وأفخر شيوخي، هل التوحيد هل الدين والطاعات لكل محرابي. سلفنا سلفنا اللي على الحق والتسديد، خذوا الدين صادر من نبي سيد الأعرابي، فلا عدلوا منهج ولا حرفوا تقييد، ثوابت ثوابت كلها هدي وكتابي. ولحد عصم نفسه ولحد طلب تمجيد، ولحد الخمس المال من ناس نهادي، على أهل البدع شنوا الحرائب بلا تهويد، وسدوا على ساحر ودجال لبوابي. أنا مذهبي واضح وضوح القمر في البيت، فلا مارس التقيا ولا جامل أحبابي، ولا ننفرط لا ولا حب بالتعديل، أحب الوسط في منهجي فعل وخطابي، فلا نيب علماني ولا ملح بن عبيد، ولا نيب ليبرالي منافق ونصابي، ولا نيب شيعي رافضي ولا اتبع زيد، ولا ما تريدي لا ولا معتزل خابي، ولاني علوي لا ولاني نصيري وفيد، ولاني بعثي ينشر البعث وحسابي، ولاني بصوفي لا ولا شاعري وزيد، ولاني بباضي عندي الكل كذاب، ولا كفر اللي يشهد بكلمة التوحيد، ولا كفر اللي يشهد بكلمة التوحيد، أعامل على الظاهر ولا دور الغاب، أحب النبي والآل والصحب بالتأكيد، ولاني مجازي في المحبة ولا حابي، عليهم صلاتي كل فرض وعيد لي، صلاتي عليهم عد ما هب هباري، وحب الإمام الفارس الشاجع الصنديد علي بن طالب والنعم خير، لنسابي إله منزل في الدين عندي على التحديد، بعد منزل الشيخين وعثمان لأصحابي، وحب وحسين والله علي يشهيد، على قاتله لعنه وراض بهم صادي، ومن سب خالدنا فلا يكفي التهديد، كافر وحد السيف للراس طلابي، ومن سب سيدنا محمد نبيده بيت كافر ولا يقبل متابه ولو تابي، ومن سب خير الناس لاصحاب من عردي كافر ويتبع سادته مثل الاذنابي، وانا عامل الكافر بديني بلا تشديد، لاني انا مسلم ولي دين وكتابي، اذا كان هو ذمي معاهد بشي اكيد له حقوق في ديني وانا حاسب حسابي، وإذا كان حاربني فباركز التسديد جهاد تحت راية إمامي وطلابي، ولا إير ديني ولهل الدين والتوحيد، وأبرأ من الكافر ودينه ما جابي، وفي ذمتي عهد وبيعه على التحديد، لقاداتنا عدين في كل الأسباب، فلا خون عهدي وبذل الجهد في توطيد، وحده عليها يحرص أصحاب للبابي، هذا مذهبي يا جاهله ما به التعديد، هداني له الخالد رقيته يرقابي، أنا مذهبي سني وعن مذهبي ما حيد، على سنة المختار سيدي والأصحابي، ونهج السلف نهدي شويخي هل التوحيد، ولا همني لو قالوا الناس وهابي. ضلت عمرك صح لسانك أستاذ سعيد، وبارك الله فيك وفيما تقدم لأمة الإسلام، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. شكرا لك من قلب، ويحفظك أخونا عزيز من أخوك. بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا للشاعر سعيد الوادعي على ما تحفنا به في هذا اللقاء، بقصيدة عن الشعوب المقهورة في إيران، وأيضا بقصيدة أنا سني، يعني يوضح لمن يعني يطلق على أهل السنة بالوهابية وينعتونهم ويسبونهم بهذه الأوصاف
لأجل التشويه فقط، يعني ليس هناك مذهب اسمه الوهابية ولا معتقد اسمه الوهابية، لكن لمجرد يعني مثل الشماعة التي يريد أن يعلقون عليها كل سوء، وهم يعني لهم أهداف سياسية في مثل هذه الأمور. طبعا كما ذكرت بأن البرنامج يستقبل أي شيء يخص هذه الشعوب المظلومة في إيران، نتمنى يكون هناك تجديد، يكون هناك يعني همة للتعامل مع هذا الملف حتى نكون جميعا مناصرين لقضايا أمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وخصوصا هؤلاء في إيران لأنهم منسيين، المشايخ منسيين، العلماء منسيين، أهل السنة منسيين، الشعوب منسية، السياسيين هناك منسيين، الحقوقيين منسيين، من أراد فعل الخير منسي، هناك الفقراء منسيين، لا أحد يعلم عنهم ولا أحد يعلم بحالهم ولا أحد يتحدث عنهم، لأن هذا النظام فرض سيطرته على تلك الدول التي ظلمت وقهرت وسلمت، وبالتالي لا يتحدثون إلا عن يعني الشيء الذي ينفع هذا النظام. أعزيكم مشاهدي الكرام وأعزي أمة الإسلام في وفاة الشيخ محمد عابدي كر، وهو خطيب أهل السنة في مدينة بندر تركمان، وهذا الشيخ له جهود دعوية، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتوفاه وأن يتولاه برحمته وعفوه وغفرانه. هذا الشيخ يذكر عنه بأنه يعتبر أول من ترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة التركمانية، وقد يعني توفي بعد معاناة مع المرض، ويذكر بأن عمره وصل إلى 94 عام. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح الجنان، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، أرجو الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير لكل مسلم ومسلمة على هذه البسيطة، وأن يجعلنا من أنصار دينه. دائما تأكدوا بأننا نملك سلاحا عظيما وهو الدعاء، فلا تنسوا إخوانكم المسلمين والمسلمات في كل مكان من الدعاء الصالح، فهناك المظلوم وهناك المقهور وهناك المأسور وهناك المريض وهناك المبتلى وهناك التائه، فلا تنسوهم من دعواتكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب يوما أمام الحياة، لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أمام